وللمزيد ينضم إلينا الكاتب الصحفي جميل عفيفي، الكاتب ومدير تحرير الأهرام. بداية وبعد التحية، كيف تقرأ أبعاد هذه الزيارة اليوم بين مصر وبين أرمينيا، وذلك في ضوء زيارة رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشانيان والتوقيع على العديد من المذكرات التفاهم في المجالات المختلفة؟ هو في البداية طبعا تحية لحضرتك وللسادة المشاهدين. هو طبعا هي زيارة مهمة وتأتي في إطار لقاءات المستمرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وزعماء العالم. طبعا أرمينيا من الدول المهمة بالنسبة للدولة المصرية، خاصة في العديد من المجالات الاقتصادية. هناك تعاون اقتصادي، هناك تعاون بين رجال الأعمال في كافة المجالات. طبعا في الوقت الحالي مصر بتسعى إلى زيادة التبادل التجاري بين مصر وأرمينيا والاستفادة من الخبرات الأرمينية في العديد من المجالات. ثم أيضا مصر تسعى إلى نقل التكنولوجيا وتوطينها والتعاون مع رجال الأعمال من مختلف دول العالم. طبعا التعاون مع أرمينيا في الوقت الحالي ده شيء مهم. في وقت أيضا الدولة المصرية بتسعى إلى جذب الاستثمارات الخارجية. مصر أصبحت دولة جاذبة للاستثمار، أصبحت من خلال طبعا البنية التحتية القوية التي تم إنشائها خلال العشر سنوات الماضية، من خلال أيضا الأمن والأمان اللي بيسود داخل الدولة المصرية في ظل المنطقة الملتهبة، وأصبحت جاذبة بشكل كبير للاستثمارات في الوقت الحالي. لهذا السبب الدولة تركز على الجذب الاستثمارات، العمل على نقل التكنولوجيا وتوطينها، بجانب طبعا العلاقات المثمرة والمتميزة بين مصر وأرمينيا في كافة المجالات، وتطابق طبعا وجهات النظر بين الدولتين في كافة المجالات اللي بتخص المنطقة بشكل عام وأيضا على المستوى العالمي بشكل خاص. يعني نستطيع أن نقول أن اليوم هو يوم جني الثمار أو تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأرمينيا، حيث شهد العام الماضي في مارس الماضي بالتحديد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولى إلى أرمينيا، وهي كانت الزيارة الأولى لرئيس مصري منذ استقلال أرمينيا. كيف تقرأ هذا الحراك الدبلوماسي والسياسي بين مصر وأرمينيا في الفترة الأخيرة؟ هو طبعا حراك مهم جدا، وطبعا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي إلى أرمينيا، وكانت أول زيارة لرئيس مصري إلى أرمينيا، ده تأكيد من مصر أنها بتسعى إلى قامة علاقات مع كل دول العالم. معروف أن الدولة المصرية علاقاتها متوازنة مع كل دول العالم، الهدف المصلحة الوطنية وأيضا الجذب الاستثمار وجني التنمية أو ثمار التنمية الشاملة اللي تمت داخل الدولة المصرية. طبعا العام الحالي أعتقد أنه هو عام جني الثمار زي ما حضرتك تفضلتي، وجني الثمار هو البدء في بقى المشروعات بين الدولتين، التعاون الاقتصادي اللي بيتم بين الدولتين بشكل كبير في الوقت الحالي أو اللي هيتم إن شاء الله من خلال طبعا مذكرات التفاهم اللي تم توقيعها، وكل ده بيصب أولا وأخيرا في مصلحة الدولة المصرية وبيصب في مصلحة الاقتصاد المصري والتعامل على والعمل على زيادة الاستثمارات داخل الدولة المصرية. طبعا علاقات زي ما قلت لحضرتك، علاقات مستمرة، علاقات في من خلال زيارة الرئيس طبعا الأولى إلى أرمينيا فتحت المجال للمزيد من الاستثمارات، للمزيد من التعاون الثنائي بين البلدين، مزيد من زيادة التبادل التجاري بين الدولتين بشكل كبير.